هتشا مشمش صاحبيكا جيت في وقتك تعتر اعلى ما انت يا ابن البغل مش لما تعوزني تكلمني ازمتها ايه المراسيل بتاعه صفاء دي في يا صلاح انا كنت اتعرضت لها يعني ولا كنت اتعرضت لها كل القصه اللي تلفلك ما جمعش ولا كنت محتاج لك يا جدع في ايه طب اقصر يا عم المحتاج وعلى فكره بقى الحاجه اللي انت عايزها مش هتنفع اليومين دول خالص ليه يعني ما انت طول عمرك اخويا دليفري يعني اه دليفري بس في كمان منصوب بقاله جمعتين والحاجه ما بعرفش اعديها غير بطريقه واحده بس طريقه ايه يا عم كوبر مالكش فيها عسليه وبعدين لما انا اجهز واعرف اتحرك هبقى اقول لك عشان تجهز فلوسك ومن غير مراسيل غير مراسيلك ايمو تمام ابو صلاح خلاص ثواني بس ابو صلاح هرد على الموزه موزه ايش ايش فيديو دش استنى استنى مين البت دي يا لا دي بنت اسمها كارما عامل لها متابعه على الفيسبوك بس بتصور صور ايه بنت حرام